نتابع آخر أخبار حجاج بيت الله الحرام، حيث غادر المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مشعر منى قبل مغيب شمس اليوم، متوجهين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. أما من يفضل منهم أن يمضي أيام التشريق الثلاثة فإنه يظل في مشعر منى حتى غد الجمعة. وتوجه جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى وثاني أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث. وذكرت السلطات السعودية أن منشأة الجمرات شهدت انسيابية في تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات ومنه، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاثة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم. حول الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول الداعية الإسلامية الدكتور بدر الدين عثمان. أهلا وسهلا بكل عام وأنتم بخير. فضيلة الشيخ، في البداية، ما هي أبرز الطقوس التي تميز ثالث أيام عيد الأضحى المبارك؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين على أرجاء المعمورة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وأقول إلى جبل الصفا أسعى مجدا، منيرا خالقي خافقي سلسا قيادي، وعند الروضة الغناء أسمع أو أكاد لصوت حادي، يناديني يناجيني يخبرني بأني على سنن المحجة في الطراض. أسقت إليه أوصاني بخمس بلغت بهن إذ أسعى مرادي. يعني حقيقة رمي الجمرات له مدلول عظيم عندنا في ديننا الإسلامي الحنيف. أقول هو قصف للباطل، هو رجم للضلال، سحق للغواية، هو النضال المسلح أمام الطغيان والجبروت والزائف، هو مصارعة لأدعياء الإلحاد ورواد الانحراف وأساطين الباطل. فحينما نرمي تلك الجمرات إنما نرمي ذلك الشيطان الذي قد تجسد للأسف في كثير من أبناء من تسمى بأسمائنا وكان من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. وطبعا أهل الكفر والفجور يعني أمورهم واضحة، لكن من تلبس لباس المسلمين وكاد لهم هذا هو الأخطر. لذلك هذه الجمرات التي ترمى اليوم يعني لها مدلول كبير في أمة الإسلام. حقيقة يعني الحج كله مشاعر وشعائر، فمشاعر جياشة. فضيلة الشيخ، طالما نتحدث عن المدلول ونتحدث عن المعالي، هو ثاني أيام التشريق، ما فضل هذه الأيام بالنسبة للحاج وبالنسبة للقاعدة أيضا؟ مما لا شك فيه أن هذه كلها أيام فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فنحن نكبر الله عز وجل، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فلا شك أن الذي سيبقى إلى غد ويرمي تلك الجمار أجره أكبر عند الله عز وجل، ما في ذلك شك. والذي تعجل أيضا ما عليه من حرج، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك. ولكن الأفضل أن نكمل هذه الأيام كاملة غير منقوصة، وأن نبقى في منى نكبر الله عز وجل ونعظم الله عز وجل. قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس.
طيب، كيف رصدت أجواء الحج لهذا العام؟ ما أبرز ما لفتك؟ ما أبرز ما آلمك خاصة في موسم للحج يأتي للعام الثاني في ظل جائحة كورونا؟ من ما لا شك فيه أن أفئدة المسلمين التي تهوى البيت العتيق تحن إلى ذلك المكان، كما قال القائل: يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي. لا شك أن أفئدة الكثيرين قد يعني جأرت بالبكاء لله عز وجل أن حال يعني هذه الكورونا، ولكن هنالك أيضا أشياء حالت دون ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من حجاج بيت الله حجا إن شاء الله في العام القابل والقادم إن شاء الله، وأن يكثر عدد الحجيج، وأن يصرف الله تبارك وتعالى عن المسلمين هذه الكورونا التي فعلت فعلها في بلاد المسلمين في شتى بقاع الأرض. وحقيقة كم هو مؤلم أن نرى أعدادا قليلة في ذلك المكان الطاهر وفي تلك البقعة الرائعة التي يعني يشتاق إليها وتهفو إليها أفئدة أهل الإسلام في أرجاء المعمورة، قاطبة من يعني شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، الكل يهفو إلى ذلك المكان الطاهر ليحج بيت الله الحرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الحج في العام القادم إن شاء الله تعالى. فضيلتك، أشرت في ضمن الحديث عن معاني العيد من إيثار وتضحية، يعني ضمن هذه المعاني الجميلة ما هي رسالتك إلى العالم الإسلامي؟ أن هذه الأمة أمة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء والأمة شذر مذر قد تفرقت، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوحدهم وجعلهم أمة من بين الأمم، والله تعالى قال وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بأن ألف بين قلوبها، ولذلك نجد أن الشعائر كلها تدل على التآلف والتكاتف والتعاضد. فنحن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، نصوم رمضان في شهر واحد، كلنا نرى الهلال ثم نفطر ثم نصوم ثم نفطر، ثم الحج المدلول الأكبر، فهو وحدة في الوجهة والمقصد، وكذلك وحدة في الشعائر والمشاعر. فالكل يقف في مكان واحد في صعيد واحد، الكل يطوف، الكل يسعى، الكل يلبس زي أبيض يتجرد فيه عن كل الدنيا وما فيها. لذلك ينبغي لنا أن نتكاتف وأن نتراحم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فينبغي لنا أن نرحم إخواننا المسلمين. نعم، ولكن ربما هذه الأمة فضيلة الشيخ يعني الكثير من المسلمين في أنحاء العالم يخيم عليهم وتخيم عليهم أجواء الحزن، إن من أسباب اقتصادية أو حتى سياسية أو حتى أخرى اجتماعية. ضمن مقاصد العيد، ماذا توجه من رسالة لهؤلاء الحزانة؟ ينبغي لنا أولا أن نقف بجانبهم وأن نعينهم وأن نغيثهم وأن نفعل معهم ما ينبغي علينا، فنحن أمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا قد صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن ننفق هذه الأموال سخية بها نفوسنا طاعة لربنا، أن ندخل السرور في قلوبهم كما أدخلنا السرور في قلوب أبنائنا حتى يفرحوا بفرحتنا. لكن إذا كان هنالك ثمة قصور أو تقصير من المسلمين، فينبغي لهؤلاء أن لا يحزنوا، وليعلموا يقينا أن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم النصيب الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أبشروا معاشر صعاليك العرب فإنكم تدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، فأبشروا أيها الفقراء ولا تحزنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نقف بجانبهم وأن نزيل عنهم هذا الحزن وهذا البلاء، فهذا واجب ديني يحتمه علينا هذا الإسلام العظيم. فنحن نصلي معا ونحج معا ونقف معا، فينبغي لنا أن نقف معهم
في السراء والضراء، هذا ما يحتمه علينا هذا الدين العظيم. نعم، شكرا لوجودك معنا من اسطنبول الداعية الإسلامية الدكتور بدر الدين عثمان، شكرا لك.